ثانيا، الظاهرة الثانية نتكلم على عائلات. إذا تكلمنا يعني لا يمكن أن نتكلم على نفس، نفرض نفس الأسلوب ونفس التعليم على عائلة متكونة من أفراد، أربع أفراد وخمس أفراد، يعني داخل السيارة، يعني من المنطق أن يضعوا حقائبهم يعني فوق السيارة، يعني وإل أو عن طريق قارقة قاطرة يعني مجرورة. يعني لا يمكن، أين يأتون؟ يعني كل فرد ربما يأتي بحقيبة أو حقيبتين بدون ما نتكلم على الهدايا. إذا هذا الأمر كذلك نأخذه بالاعتبار عندما يتعلق الأمر بالعائلات، يعني التي تدخل من أجل قضاء عطلتها الصيفية. فيما يخص الإجراءات الأخرى ربما في 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 الباخرة، حمل الحقائب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الدرج السادس، هذه أمور كذلك نطلب من السلطات، المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين، نقل بحري المسافرين، أن تضع شطر يعني في القاعدة خاص بحجز، يعني بحجز هذه، ووضع هذه الحقائب، لأنه حقائب في يعني في الأمكنة الخاصة بالجلوس، يعني لفوتاي ولا حتى لكابين، يعني ما ربما عدد الحقائب اكثر من عدد المسافرين، وهذا كذا كذلك يشيه من 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 الصوره ويعيق تحركات وغير ذلك. وبالتالي نطرح ونقترح ان يخصص مكان يعني في طابق معين توضع كل الحقائب عن طريق حارس، ويعني كل واحد بالتيكي تاعو. هذا الشيء معمول في الشركه الوطنيه الاسبانيه، ما يعرف بباليريا. عندما يدخل المسافر يعني من الطابق الاول يضع الحقائب وتقام يعني يتم عن طريق مراقبه وغير ذلك، وعند النزول مباشره ياخذ حقيبته. اذا هذه امور ربما ترتيبيات واجراءات اكيد انه تفرض على الطرفين يعني لا كولوراسيون من اجل الاستقبال الحسن والمرور الاحسن، ويعني وحتى تكون خدمات وتكون الامور يعني في حتى تكون السفرية لجالية مريحة، وحتى الطاقم الخاص بالتفتيش يعني نتكلم على المراقبة سواء الجمارك وغير ذلك تسهل عليهم. وبهذا المنبر أيضا أفتح منبر نطلب من السلطات من هذه القناة الطيبة أن يقوموا يعني يفعلوا برنامج ما يعرف بالكولوار فيغ،